هيدا وسط بيروت يلي مرتاح بنهار، يعني مش بس بآخر سنين، يعني تاريخياً. وقت 17 تشرين انكب علينا قنابل مسيل للدموع بهيدي الساحة، وقت انفجار المرفأ ضررت هيدي الساحة، واليوم هي عم تقوي نازحين بالوقت اللي الدولة فيه هي لازم تكون عم تقوي النازحين بمراكز لائقة لهم. بأول كم يوم الناس كانت عم بتنام كلها على الطريق، ما عرفت لوين تروح، وصار في حالة هلع. يعني شفنا نساء ولدت على الطريق. Since October 2023, in response to Israel's actions in Gaza, the Lebanese resistance group Hezbollah has been attacking Israel from South Lebanon. They have repeatedly said that they will continue to fight until a ceasefire is implemented in Gaza. In September 2024, almost 1 year into what's been described as one of the bloodiest wars of the 21st century, Israel set its sights on Lebanon, starting with a mass terror attack that indiscriminately caused thousands of pagers and walkie-talkies to explode, followed by a huge bombing campaign that stretched from North Lebanon all the way to the capital, Beirut. In one strike, Israel dropped over 80 tons of explosives over the densely populated residential suburb of Al-Dahiya, penetrating more than 60 feet below ground and killing Hezbollah leader Sayyid Hassan Nasrallah alongside at least 33 others. Since then, strikes have become a daily reality in Beirut. Though the Israeli army and some media outlets regularly refer to the areas targeted by Israel as Hezbollah strongholds, they are in fact targeting densely populated residential and civilian areas, terrorizing huge sections of Lebanese society and causing unprecedented levels of displacement. Since September, an estimated 1.2 million people, around one-fifth of the entire population of Lebanon, has been displaced. Many have come to Beirut. Suhem Naimne is a Lebanese urban planner and a member of Saqf Wahed, or One Roof. هلا أنا مش بس عايشة ببيروت، أنا بحياتي ما عشت غير ببيروت. أنا بنت بيروت على النفوس وخلقت فيها وربيت فيها وقررت إنه كل حياتي عيش فيها. بس هيدي أول مرة بفهم عن جد شو يعني شخص يتهجر. بعدني عم بنزل كل يوم على بيروت لساعد قد ما فيي، لأنه أنا بنت هيدي المدينة وعايشة كل حياتي فيها. بس بنفس الوقت يعني للأسف أنا حتى تهجرت منها بسبب العدوان الإسرائيلي وسيناريو غزة، ونحن متوقعين شو ممكن يصير. يعني في سيناريو مماثل نحن عم نشوفه، فما في مكان عن جد حقيقة بأمان. بيروت تعرضت لأول مرة لقصف من سنة 82، بيروت الإدارية. فنحن توقعنا أنه نحن نفوت بأزمة مع الحرب، بأزمة نزوح، ولهالسبب عملنا مبادرة تضامنية من الناس للناس. العالم هن بيقدموا بيوتهم ببلاش للأشخاص اللي نازحين من مناطق خطرة أو تحت القصف. وفي كتير مبادرات انطلقت، أشخاص عم بيجربوا يأمنوا فرش، أشخاص عم بيجربوا يأمنوا مواد غذائية، أشخاص عم يطبخوا ويقدموا طبخ للأشخاص اللي هن بحاجة لأكل. في هون كوميونال كيتشن استلموا مطبخ البلد، عم بيعملوا ميلز ويوزعوا ميلز للناس اللي بحاجة هون. سو بيت عام هو بالاساس كوميونيتي سنتر، انه عالم بيجوا يتشل هون، عالم بتخلص خباره. فمن لما بلش الحرب فكنا عم نفكر انه شو فينا نساعد. وهون قبل كان مسرح اكشلي، هل بعد البردي والمسرح جوا اذا بدك تشوفه. كنا كل نهار ثلاثه بعد الساعه 6 عشيه نعمل هون سكرينينج لموفي باي سينما كلوب. هلا اكيد انفورشنتلي وقفنا. فنهار اللي صار الاتاك تاع البيجرز، انا اوكي فتنا هلا مرحله جديده لازم نكون حاضرين. اهل الحي كلهم عم بيساعدوا، كثير ناس بالحي طلع مستضيفين نازحين، عم يجوا لعنا يقولوا لنا نحن عنا عائلتين ثلاثه بدنا فرش بدنا كذا، وعم بيساعدونا حتى بس يقدروا.
في شيء كتير غريب إنه الأشخاص اللي عم يساعدوا النازحين كمان هن نفسهم تهجروا يعني، ومع هيك يعني مصرين كلنا يلي تهجرنا نضلنا عم نتضامن مع بعض، لأنه عنا إدراك إنه الناس متضررة بمستويات مختلفة. Fatima Ni'ma is one of those displaced from the south who is volunteering to help others like her. She is working in a kitchen run by a community initiative, Farah Al-Ata, or the Joy of Giving, which is providing meals and emergency shelter to thousands. بجنوب نحن تقريبا قاعدين يعني بالمناطق اللي قريبة على المناطق الحدودية، فكنا على طول عم نسمع ضرب وقصف، فلهيك قلنا نحن ما يعني بتعرف الجنوبي عادة ما دغري بفل من أرضه بتعز عليه، فقلنا إنه منضل منصبر نتحمل. فبعدين لما صار يزيد الضرب ونسمع غارات والغارات تجي حد بيوتنا وصاروا يضربوا على بيوت ويقتلوا المدنيين، فلهيك اضطرينا إنه نحن نفل، اضطرينا إنه ننزل على بيت أهلي على الضاحية لأن ما كان عنا مطرح، يعني ما كان عنا مطرح لا وبدنا ندور على بيت، ما كان في وقت أصلاً. بنفس اليوم اللي نزلنا كمان اضطرينا نفل من الضاحية لأنه كمان هددوا الضاحية ودغري بس فلينا بلشت الغارات، فاضطرينا نجي لهون على الجمعية بالأشرفية وقعدنا أول يوم، يعني جينا بالليل وبلشنا تاني يوم فقنا لقينا أنه بيعملوا أكل هون للمدارس للنازحين للمهجرين بالأحرى، فقلنا ليه نحن ما منساعدهم، وطبعا أكيد أنا عندي ولدين وبعرف أنه هلأ بالمدارس في كتير أولاد وبحاجة لأكل وأكيد مساعدة إنسانية ونحن بنشيل شوي سترس عنا، فبلشنا نعمل معهم أكل وصراحة كتير انبسطنا أنه عم نعمل أكل لنساعد فيه المهجرين. Ali Ismail had to shut down his two restaurants in South Lebanon to flee Israeli airstrikes. When he arrived in Beirut, he immediately volunteered to cook for others like himself. صراحة نحن من أول ما بلش القصف الهمجي صراحة يعني يمين شمال ما عرفنا كيف ضبينا أغراضنا وطلعنا بالسيارات وفلينا، كان القصف يمين شمال على العالم على المدنية، حتى نحن ومرينا على الطرقات العامة يعني الاسترادات وهيك كان القصف حوالينا، حتى في سيارات استهدفت هي ومتهجرة يعني كان فيها مدنية. وقعدنا تقريبا بحدود 18 ل19 ساعة على الطريق لوصلنا على المناطق الأمنية. صراحة محل ما أنا قاعد يعني عالم مستقبلتنا بحب، مثل يعني في تعاطف معنا. أحمد عوالي is another displaced person. He has been living in Skybar, a Beirut nightclub that has opened its doors to refugees since September. يعني لحظات رعب فعلا، انه مثلا كنا قاعدين انا عم اشرب كوبايه شاي مثلا وطلعوا هذه الغارات القويه فجاه، فمش معش بق مجال يعني ما لحقناش كيف بدنا نقوم خذهم بالسياره بظهر فيهم بس نطلع بريت المنطقه بس يعني، وهذا اللي صار. ظهرنا اول يوم على منطقه الزيتونه بي، بيتنا ليلتين بالزيتونة بي بالشارع يعني، وعشنا التهجير قبل هلأ كذا مرة تهجرنا ونرجع عبيوتنا، بس هذا الوضع هلأ متغير عن الوضع القديم. أنا هني مفتكرين أنه بدني يكسروا إيراتك بمحل معين، يمكن هيك هني اعتقادهم، بس بإذن الله نحن شعب جبار صامد بدنا نتحمل مجبورين نتحمل على الحلوة والمرة، لازم نتحمل. ولما فجروا هيدي البيجيرات بالشباب كنا متوقعين كمان بليلة أو ليلتين بتصير عنا حرب. أكيد نحن لبنانية نحن كلياتنا إيد وحدة، بس مين أكلها؟ أكلها الفقير، نحن أكلينا الفقراء، كلياتهم تهجروا من بيوتهم، عرفت كيف؟ كلياتنا تهجرنا من بيوتنا. مش عم تفرق نحن عن غزة، عم يضربوا البيوت، بيروحوا الأولاد والأطفال وبتعرف أنت وضع صعب يعني، العالم حتى ما بيكون معه مصاري إنه كيف بدها تاكل كيف بدها تشرب، العالم نامت على الطريق مثلا. يعني أنا أولت مبارحة رحت زرت رفيقتي بقلب المدرسة، رحت لقيت شيء بالمرة يعني ما بينوصف من المأساة،
يعني كيف كانت ببيتها وكيف صارت مأساة. ما معها تستأجر، ما معها تستأجر أبدا. هو ظالم على الناس البريئة اللي عم بيضربوا بهمجية الناس اللي ما إلها دخلة. نحن اليوم بطل سؤال مين مسؤول عن الحرب، هو سؤال انه في مجرم حرب عم بيعمل جرائم حرب بعدة بلدان لازم يتوقف. هو منه موضوع بقى مجموعات معينة، واضح جدا انه اسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب، وهذا الاساس اللي نحن لازم نحكي عنه اليوم. لازم يصير في محاسبة دولية حقيقية لجميع مرتكبي هدول الجرائم. موقفنا من العدوان انه واضح انه في ناس عم يقصفونا، في ناس عم يقتلونا، راح نكون ضدهم. في ناس عم بيقتلوا ابرياء بفلسطين بكل الشرق الاوسط، اكيد نحن راح نوقف ضدهم. ووقفنا ضدهم هو من خلال وقوفنا مع شعبنا، مع اهلنا، من خلال الشغل اللي عم نشتغله. بنتمنى انه يكون شغلنا هو بيعبر عن موقفنا بشكل واضح. وبتمنى للمستقبل بس شغلتين، بتمنى انه نعيش بسلام، يعني يصير وقف اطلاق نار لبنان فلسطين بكل الشرق الاوسط، ويزول الاحتلال، لانه يعني بنستاهل نعيش بسلام.